عاشت سارة الابنة المحببة لسيدة البندقية الشهيرة أبيجال فورتين، وعاشت سارة معظم طفولتها السعيدة في منطقة على الجزيرة الساحلية، وتعلمت تركيب الزنادات وعجل السلاح، وكانت مهارة والدتها في صناعة الأسلحة النارية أسطورية. كانت مسدساتها المصممة حسب طلب التجار الأثرياء اللي كانوا من هواة جمع العديد من الأسلحة النارية في مجموعات مخصصة ليها، وبالتالي أبيجال كانت دايما محط أنظار ومطمع من أصحاب المواد الضئيلة والقلوب المظلمة. كان في واحد بس من الأشخاص دي كان صياد من صيادين بالجووتر المعروفين، وكان معروف باسم جانج بلانك. وفي مرة طلب مسدسين من مسدسات الحظ التي لا يمكن لأي رجل تاني أن يمتلكهم بسبب غلاء ثمن السلاح، وتم بالفعل عقد صفقة مترددة. وبعد سنة من اليوم ده رجع جانج بلانك. I'll burn it all down if I can't have it. وبما انه ما كانش في نيته دفع ثمن الاسلحه، كان جاي على غد، غطى وشه وابتدى في الاستحواذ على الاسلحه بالقوه. وكانت الام قد صنعت تحفتين على مدار سنه كامله، صنعت مدفعين متميزين ببراعه في العمل بقوه الايد. فجاه تهجم عليها المجرم الغاضب واستولى على المسدسات واطلق النار عليها في لمح البصر، وبمجرد عينه ما جت على ساره كان ضرب عليها النار هي كمان. وبعد كل اللي هو عمله ده ولع النار في الورشة وكسر المسدسين على الحجر بدافع الحقد علشان يمسح طراز فورشن من على وش الكوكب بالكامل. بعد يومين صحت سارة بسبب آلام جروحها الخطيرة. I didn't die then and I won't die now. They should have finished me off when they had the chance. لكنها تمكنت من الزحف في الأنقاض المحترقة مع بقايا المسدسين، ومع الوقت ابتدت تخف من جروحها، بس كانت بتعاني من كوابيس ورعب الليل اللي كان بيعذبوها لسنوات كتير، ومع ذلك اتحملت وكانت مصممة على الانتقام. I want revenge or death. وأعادت بالفعل بناء مسدسات أبيجيل. Nothing else. ومع مرور الوقت جمعت كل ما تعرفه عن القاتل المقنع اللي أعلن عن نفسه بعد كده إنه ملك جديد لبلجي ووتر. حتى قادة السفن الأكثر نفوذاً وقوة أجبرهم على احترام مطالبه. بيلج ووتر، يور كينج هاز ريتيرن. وسارة في الوقت ده ما كانتش مستعدة إنها تواجهه. Maybe they die today, maybe they die tomorrow, but if I'm coming for him, they're gonna die. ومع مرور الوقت خدت سفينة إلى خليج بلجي ووتر، ومجرد ما نزلت على الرصيف قتلت أول راجل ليها في دقايق قليلة. Some folks deserve to die. And I deserve to kill him. وسحبت جثته إلى مسؤولي مجلس المكافآت، وفي أسبوع واحد تم تسوية كل واحد من اللي كانوا مشتركين في الجريمة. وطبعا اللي كانت سارة بتصطادهم لسوء حظهم يا بيبقوا ميتين يا متكتفين بسلاسل. وبسرعة كبيرة اكتسبت سمعة في الحانات وأوقار الأمور، وبقت معروفة باسم ملكة جمال الحظ. وبعد مرور سنين انتشرت قصص انجازاتها على النطاق واسع، وكل واحدة اكتر خيال من اللي قبليها. Revenge served cold loses its flavor. Good thing I got a lot of bullets. I want revenge or death, nothing else. There's no justice but my justice. War taught me two things, how to shoot and how to win.
I'm the most wanted woman in the universe. In more ways than one. Seems like I'm the one holding all the cards now. Well played, Captain. You finally landed me. Don't flatter yourself. I'm after a bigger fish. Your partner. Now, Graves is too smart to walk into a trap. If you think he'd be stupid enough to bash... Let him go and nobody gets hurt. Damn it. Dumb luck is a gift of his. Oh, is it? No, you don't. I got you, brother. Much obliged. All right, Missy Fortune. Nice and easy. Don't make any more trouble. Okay, you win. So who gets to collect my bounty? Well, by arrangement, we always split 50-50. Nah, hold up, 70-30. What are you talking about? About the time, I'm pretty sure I just saved you again, which means I get the bigger cut. Perfectly under control until you came far. You were upside down like a piece of... Call that... Get your elbow out of my mouth! That is not my elbow! Stop moving! You are a very large man! Shh! What was that? As promised, two for the price of one. Excellent. Your quartermaster. Oh, thanks, Captain. You're lucky I like you. These two will make a worthy sacrifice to the beasts below. Prepare yourselves for 1,000 years of suffering. Hey, hold on a second. Say, 1,000 years? Talk this out, how right? How does that even work? I miss that scene. Some kind of crap, rebel? I'm going to tell you what I've got to do. I got 20 years, man. Not with this guy. I don't know what I'm talking about. Don't worry. This isn't your last hand. Let's go before this gets ugly. Looks like the tides of Bilgewater have shifted again, my friend. Get out of here! So long, Sea Witch! My sacrifice. Find someone else to feed your monster. Stop them. You gotta catch us first, you slimy fish. No. ومجة تانية يقولوا إنها كانت مستخبية الكوكسان في بطن وحش موجود على رصيف المجازر وضربت عليه النار وهو معدي. وعلى الرغم من كل ده كان جانج بلانك قوي جدا لدرجة إنها ما تقدرش تواجهه علنا. Bilgewater. Monsters are real. When I was a girl, my mother was murdered by a low-life coward named Gangplank. He shot me and left me for dead. There was no trial. In Bilgewater, he was the law. I hunted him. I killed his men. I watched Gangplank die, washed away on the burning tide. وبعد كده عرفت سارة انها لو قتلته مش هيكون كفاية وان اذلاله الشديد وحرق كل ما سرقه في حياته هيرضي البنت اللي ماتت في ارض ورشة امها زمان. ومع مرور الوقت وواحدة واحدة ابتدت تجمع فريق مخلص من الاصحاب. Rise like the red sun. I walk through the flames. You can't handle the heat.
ابتدت في المخاطرة بكل شيء علشان توصل لجانج بلانك. She waits for me beyond the mist. My queen, my love, my black and broken heart.